صباح الخير يا حلوين، كيف حالكم اليوم؟ اليوم حبيت أعلمكم لعبة صغيرة حتى نحفظ المواد والعدد الكهربائية واستخداماتها. جبت ورق وقسمته لزي بطاقات صغيرة ولونت كل واحدة فيهم بلون، أي ألوان بتحبوها أنتوا. ممكن تكتبوا الاستخدام والاسم بس وتلونوها حسب راحتكم. من الجهة الثانية كتبت مجموعة الأسماء والاستخدامات. هلأ أول لعبة ممكن تكون كالتالي، بتقدروا تنزلوا صور الأدوات على الكمبيوتر إذا عندكم أو على التليفون، كلهم موجودين بالإنترنت، أنا طلعتهم من الإنترنت. بنحط أول صورة قدامنا، بنروح على بطاقات الاسم ومندور على اسمها، يعني مثلا هاي شو؟ زرادية ذات رأس رفيع، نعرفها، مندور عليها هون ضمن البطاقات. الراية هاي زرادية ذات رأس مدبب، نحطها عندها. بعدين بنروح على الاستخدام، شو استخدامها، مندور عليه ونحط البطاقة وننتقل للصورة الثانية. أو ممكن ببساطة إنه نجيب بطاقات الأسماء لفهم نرتبهم بهذا الشكل، بعدين نجيب الاستخدامات وحسب كل استخدام نحطه عند الأداة تبعته، مثلا نقل التيار الكهربائي عند الأسلاك الكهربائية، قطع الأسلاك قطع الأسلاك برضو قطع ذات رأس عريض، جذل الأسلاك أو وصلها اللي هي الزرادية العادية، جذل الأسلاك أو ربطها زرادية ذات رأس مدبب، تارية الأسلاك مع الضبط المسبق اللي هي عراية يدوية ذات برغي ضبط، وبعديها نتأكد منهم من الكتاب.